السلام عليكم. بهذا الفيديو راح نتعلم ان شاء الله كيفية تغيير سبلاش سكرين. سبلاش سكرين هي الواجهة اللي بتظهر عندك اول ما تفتح التطبيق. يعني على سبيل المثال لو احنا على جوجل بلاي، اول ما نضغط على جوجل بلاي شايفين كيف ظهرت في واجهة ظهرت؟ لاحظوا، ركزوا معي، شايفين هي السريعة اللي كان مرسوم هون اشارة جوجل بلاي. تمام، لو فتحنا تطبيق اخر مثلا، لو فتحنا الواتساب على سبيل المثال، شايفين هي سبلاش سكرين اللي طلعت بالبداية، هي الواجهة اللي بتطلع لمدة أقل من ثانية لما تفتح أي تطبيق. تمام، ببساطة شديدة لو فتحنا مثلا الديو، شايفين هذا، هي هي السبلاش سكرين. حلو كتير. طيب كيف نحن حنغير السبلاش سكرين الخاصة بالتطبيق اللي عندنا؟ طبعا الحالة الافتراضية السبلاش سكرين حتكون عبارة عن خلفية بيضاء ما فيها أي شيء. تمام، لنحن نقدر نغير سبلاش سكرين حنروح لجوجل مثل العادة، حنجيب بلجن تساعدنا على هذا الموضوع. إذا أنت كنت بتعرف نيتف فأنت ممكن تعدلها بشكل يدوي، أنت ما بتعرف نيتف أنت مجبور أنك تستعمل البلجن. تمام، ببساطة شديدة. فلح نروح نكتب طبعا هون نيتف على سبيل المثال سبلاش سكرين بوب بهذا الشكل. حنفوت لأول رابط، طبعا الروابط حتكون موجودة بصندوق المدرب. تمام، حننزل نشوف طريقة الاستعمال. طالما انه هي تستعمل مثل الايكون لانشر، يعني حتستعمل من خارج التطبيق، انت ما لح تغير سبلاش سكرين من داخل التطبيق انما من الخارج، فلح طبعا خليها بالديف ديبندنسز بهذا الشكل. حنقوم بنسخة للفلتر نيتف سبلاش، حنروح للبسبكت يامل. تمام، بس لا نغلق هاي، اوكي، بنروح للبسبكت يامل، حنلصقها على محاذاة الفلتر لانشر ايكون بهذا الشكل. تمام، بعدين حنرجع حنجيب السيتنج او الاعدادات الخاصه بالسبلاش سكرين، حناخذ الفلتر نيتف سبلاش بهذا الشكل. تمام، حنرجع للابلكيشن اللي عندنا وحنلصقها على محاذاه الفلتر ايكون بهذا الشكل. تمام، بعدين حنروح نجيب الكلر اذا كنا عايزين نستعمله. تمام، بهذا الشكل، وحنخليه على محاذاه الاندرويد والاي او اس والايميج باس بهذا الشكل، تكون على المحاذاة بالضبط. تمام، بعدين حنروح نجيب ايضا الايمج. تمام، عشان نعين مسار الصورة اللي نحن عايزينها. اوكي، بهذا الشكل. تمام، نحن طبعا مسار الصورة اللي عايزينها تكون سبلاش، انا عنديها بالايمجز باسمها سبلاش دوت بي ان جي. رح اخذ الاسم بهذا الشكل كنترول سي عشان ما نغلط فيه، هون حاعمل ايمجز بهذا الشكل، حالصق الاسم الصورة اللي أنا عايزها تكون سبلاش سكرين. تمام، بهذا الشكل. تمام، بنشوف شو عندنا خواص. طبعا كل خاصية مشروحة بالتفصيل الممل. أوكي، أنا طبعا إذا عايز كنت الآي أو إس مثلا، حأكتب هون آي أو إس ترو عشان تشتغل بالآي أو إس أيضا. تمام، عندي أيضا ما طبعا الحالة. هلا شوفوا يا شباب، الصورة إلى أبعاد، هلا كل موبايل له ابعاد مختلفة عن الموبايل الثاني. تمام، ما في موبايلين يعني حتلاقيهم نفس الابعاد اذا كانوا طبعا من غير نوع. يعني مثلا عندك اس 20 ابعاد الشاشة بالنسبة للعرض والطول غير ابعاد الشاشة بالنسبة للعرض والطول الخاصة بالاس 10 على سبيل المثال، او اس 10. تمام، فاس 10 غير اس 9 غير اس 20. نفس الموضوع بالنسبة للموبايلات الثانية، ايفون 12 برو ماكس مو مثل الايفون 11 12 برو ماكس مثلا، كل واحد بيفرق عن الثاني بابعاد الشاشة. فالحالة الافتراضية اوكي انه اذا انا عملتها بهي الحالة وشغلت هلا، ما رح تطلع الصورة على كامل الشاشة انما رح تاخذ جزء من الشاشة فقط. فالحل لهذا الموضوع اني انا استعمل الاندرويد جرافيتي بهذا الشكل. تمام، وهون استعملها هون بهذا الشكل، بس بدال السنتر شو رح اعمل؟ رح اعمل فيل. تمام، رح اعمل فيل بهذا الشكل. اللي متذكر دروس الصور حيفهم كلامي 100%. الفيل شو بتعمل بالصوره؟ بتخليها تتمدد على كامل الحجم. تمام، فانا من خلال هاي الطريقه رح اخلي الصوره تتمدد على كامل الشاشه. بعد ما انتهي حاعمل كنترول اس، حاعمل فلتر بوب جيت، بعدين حافتح التيرمينال بهذا الشكل. تمام، حروح طبعا للبلاجن، حاخذ هذا السطر فلتر بوب ران فلتر نيتف طبعا سبلاش كرييت بهذا الشكل، حاضغط طبعا انتر بهذا الشكل. طبعا بعد ما نقوم بالضغط على انتر ويتم تنزيل البلاجن،
او عفوا يتم تشغيله وتغيير السبلاش سكرين، حارجع اعمل فلاتر بوب او عفوا فلاتر كلين. دائما بعد اي عمليه تنزيل بلجن اعملوا فلاتر كلين عشان يحذف ملف البيل، تمام؟ وروحوا ايضا احذفوا التطبيق بهذا الشكل عشان تضمن انه الامور تمام. هلا بنحذف التطبيق بحالتين فقط، بالحالات البلجنات اللي فيها اللي بتنوضع بالديف ديبندنسز، بينما اللي بتنوضع بالديبندنسز لا ما في داعي انك تحذف التطبيق، تمام؟ اوكي حنشغل هلا. اوكي بدا، بنلاحظ انه فعلا ظهرت السبلاش سكرين بهذا الشكل، الحمد لله تمت العمليه بنجاح. نتاكد هل هي نفس السبلاش سكرين الموجوده عندي، نفتح الصوره فعلا نفسها بالضبط. اتمنى يا رب الفيديو يكون نال اعجابكم، بالتوفيق للجميع.